السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الذي يعمل في بنك ربوي، يجوز لك من ماله ما كان مستهلكا كالطعام ونحو ذلك، وما أهدى إليك من النقد إذا علمت أن أكثر ماله كان عن طريق الربا، وأن أغلب الخدمات التي يقدمها هو للبنك غير جائزة ككتابة الربا أو حسابه أو نحو ذلك، فحينئذ ليس لك أن تأخذها إلا من ضرورة عند الجمهور. أما عند الحنفية فإنهم يرون أن الحرام لا يتعدى ذمتين أو لا يشغل ذمتين، فمعنى هذا أن المال من أصبح مملوكا لأخيك، وما أعطاك منه فهو حلال لك والحرمة عليه هو، ولذلك يرون أن الغصب والسرقة ترفع الملك تزيل الملك، فمن سرق شيئا فإنه أصبح مالكا له، فإذا باعه أو أهداه يصح ذلك، والإثم عليه هو وهو الضامن أيضا. فما اضطررت إليه فخذه، بما أنك طالب في الخارج محتاج للمال، وما اضطررت إليه مما يهدي إليك أخوك فخذه، لأنه لا بد أن يكون له مصادر أخرى للحصول على المال، ولا بد أن يكون فيها ما هو حلال. فلو قدر أنه هو موظف في بنك، فلينظر إلى وظيفته، إذا كان في وظيفة إدارة الأشخاص مثلا والرواتب أو نحو ذلك، فهذا وظيفته لا بأس بها، يجوز أخذ ما أهدى إليك. أما إذا كان يشتغل في جانب ربوي كمؤسسة كمصلحة القروض أو المحاسبة أو الجيشة أو الصندوق أو نحو ذلك من الأمور المباشرة للربا، فهذا الذي يكون ماله من حرام بالكلية، إلا إذا كان له مصدر للدخل آخر. الله يكرمكم ويحفظكم.